وخلينا نبدا معاكم حلقه صباح الخير يا مصر بجوله سريعه من اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. طبعا من اهمها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمتابعه جهود التعامل مع التحديات اللي بتواجه قطاعي الصناعه والتصدير. وجه سيادته بتشجيع الصناعه الوطنيه وسرعه الانتهاء من منظومه المعلومات المسبقه للافراج الجمركي. امبارح ايضا سياده الرئيس تابع الموقف التنفيذي لملفات عمل وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. خلال الاجتماع تم التاكيد على ان مصر حققت خلال الربع الاول وربع الثاني من العام المالي الحالي اعلى معدل نمو بلغ نسبه 9%. وجه الرئيس ايضا بالتوسع في تطبيق جائزه التميز الحكومي لانها بتساعد كثيرا في تطوير الاداء وفي نشر ثقافه الابتكار. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطورات المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1.3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة. كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي كانت قد أطلقت مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعا، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصة في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، كذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات. كما اطلع السيد الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجها سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.
أيضا أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصال هاتفي مع الرئيس الجنوب أفريقي سيرال رامافوزا، وتقدم سيادته بخالص العزاء في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دربان مؤخرا ونتج عنها العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد سيادة الرئيس مساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في هذه الظروف الصعبة. كمان في مجموعة أيضا من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، واستجابة منظومة الشكاوي الحكومية للمواطنين بشأن صيانة وتطوير كوبري عرابي في شبرا، وأخبار تانية كتير هنتابعها خلال التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وأكد الدكتور مدبولي على ضرورة وجود مخزون من السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك بكميات آمنة، وده في ظل تطورات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. امبارح كمان منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أكدت إنها استجابت لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ضرورة تكثيف الجهود لصيانة كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وده علشان التخفيف من معاناة الأهالي والمارة بالمنطقة، لأن الكوبري بيعتبر شريان رئيسي للربط مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق مصر الإسكندرية الزراعي. وبالنسبة لجدول امتحانات الترم الثاني لأول وتانية ثانوي اللي بيتم تداوله على السوشيال ميديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم اللي أكدت إنه الجداول دي مزيفة، ولسه الوزارة ما أعلنتش عن جداول امتحانات أولى وتانية ثانوي، وفور الانتهاء منها هيتم نشرها في بيان رسمي وهيكون متاح على الموقع الرسمي للوزارة. كمان امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر تقرير عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي بيرصد فيه زيادة استخدام خدمات الإنترنت المحمول في رمضان السنة دي بنسبة 68%، ده غير زيادة مستخدمي الإنترنت الثابت بنسبة 39%.